الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. إن شاء الله هنشتغل النهاردة في فيديو جديد بعنوان تاريخ لعبة التنس الأرضي الجزء الأول. أغلبية الآراء اتفقت على أن لعبة التنس لعبة فرنسية الأصل، وما زالت اللعبة تحتفظ ببعض المصطلحات الفرنسية حتى الآن. يعني احنا لو نلاحظ، بالرغم ان مراحل التطور في اللعبة، نلاحظ كلمة ديوس، كلمة ديوس اللي هي بنقول التعادل، يعني مستعملة حاليا حتى الآن. يعني الكلمة دي أصلها فرنسي، كانت في الأصل ديكس، وتعني ضرورة كسب كرتين متتاليتين، كرتين ورا بعض يعني، للحصول على الشوط أو الجيم يعني. فإذا نقدر نقول الذين مارسوا هذه اللعبة هم أصلا نبلاء فرنسا في القرن الـ13. ولقيت في البداية، وكان في البداية اللعبة دي تلعب بالكف بالإيد، بكف اليد، وكانت تلعب تتلعب للترويح بينهم ومن بعضهم، يعني للتسلية. ثم تطورت هذه اللعبة ووصلت بعد ذلك، ده كله كان في لسه في فرنسا، وصلت بعد ذلك الى للمضارب، دخلت في انه بدات يعملوا بدل ما كانت اللعبه بالكف، بدات فكره المضارب. اذا نقدر نقول ان لعبه التنس الارضي فرنسيه المولد، ثم ظهرت في بريطانيا، فقد دخلت بريطانيا اللعبة في بداية القرن الـ13، وأصبحت من اللعبات الشائعة في عهد الملك هنري الثالث، كما إن بعض ملوك إنجلترا اتخذوها هواية لهم في البداية، حيث كانت اللعبة تلعب في الأماكن المغلقة، ثم خرجت إلى الهواء الطلق أو في الأماكن الفسيحة. اما بالنسبه لاسم اللعبه، في البدايه اول ما سميت اللعبه سميت اللعبه البيضاء، ثم سميت لعبه الملوك، ثم الانجليز اطلقوا عليها اسم تنس، وما زالت حتى الان هي على اسم تنس طبقا للجماعه الانجليز، هم اللي اطلقوا على هذا الاسم. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنكمل باذن الله تاريخ لعبه التنس الارضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم في تاريخ لعبة التنس الجزء الثاني. تاريخ لعبة التنس في البداية، إحنا قلنا في الجزء الأول إن هي أول ما ظهرت في فرنسا، ثم ظهرت بعدها في بريطانيا، ثم انتشرت هذه اللعبة. في بداية القرن السادس عشر بقى الميلادي استعمل المضرب، يعني بدأوا بدل ما قلنا في الفيديو الأول كانوا بيستخدموا الكف، بدأوا يستخدموا المضرب. وتغير شكل الكرة، يعني الكرة الأول كان شكلها ما يتناسبش، يتناسب مع اليد، أصبحت الكرة تتناسب مع ضربة المضرب القوية، بقت الكرة تصنع من مواد مطاطية قوية تستحمل الضرب. وعلى ذلك نجد أن اللعبة فرنسية المولد كما قلنا، وتم تطويرها على أيدي الإنجليز على ما هو عليه الآن، يعني من ملاعب والذين نظموا بعد ذلك أقدم بطولة عندهم في تاريخ التنس، وهي بطولة ويمبلدون سنة 1877، وبقى بتلعب حتى الآن على العشب الأخضر في ويمبلدون، وهي ما زالت تقام حتى الآن من ضمن الأربع بطولات اللي هم الجراند سلام اللي احنا قلنا عليهم، رولان جاروس ويمبلدون واستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة. طيب لما وهناك بقى بطولات أخرى طبعا قامت غير البطولات دي، بتقوم تاني برضو زي الماسترز وخلافه، بس خلينا عايزين نقول إيه شكل الملعب. الملعب التنس فيه 8 مستطيلات، 8 مستطيلات، وملعب التنس على شكله الحالي هم اللي قاموا بتقسيمه ورسمه حتى هذه اللحظة الإنجليز، لهم دور في رسم الملاعب وتشكيله في الزوجي أو في الفردي الإنجليز. طبعا الملاعب بتتكون من ليهم 3 أشكال، في عندنا الملعب الحمراء اللي احنا بنقول عليه الملاعب الترابية، والملاعب الصلبة، والملاعب العشبية أو النجيلة بالاسم الدارج يعني. طبعا وهناك بطولات طبعا أخرى مثل كأس الدين زي ما قلنا، وبطولة الأساتذة، وبطولة وبطولات كتير بتقام بعد بطولات ويمبلدون وبعد الجراند سلام، بدأت تستمر هذه الألعاب.
يبقى اذا الانجليز لهم دور في ان هم اللي شكلوا الملاعب وهم اللي عملوا التقسيمه بتاعت الملاعب بتمن مستطيلات معينه، هو اللي عملوا الفردي وعملوا الزوجي. وشكرا، ان شاء الله هنكمل في الفيديو اللي